دقيقة دقيقة، أكيد أنت مش فاهم إشي. تعال أحكي لك القصة من الأول. ببلش الموضوع إن أنت قاعد وجوعان ومش عارف شو بدك تطلب، بس في عندك شغلات ما كلها منها. أول إشي إنك كثير جوعان وبدك الأكل يوصل بسرعة، أو إنك خايف على وزنك وأنت من جماعة الهيلثي وبدك أكل صحي، أو عندك عزومة وما بدك تنحرج قدام الضيوف وبدك الأكل يوصل بسرعة. إذن ما عليه غير تطلب والباقي عليه. Talabat cooks, we cooking something delicious.